ومع اقتراب موعد تشريعيات مايو 2017 وجه الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس بوصلته السياسية نحو الشرق الجزائري هربا من الضغوطات التي تعرض لها في العاصمة محاولا استرضاء وإرضاء قواعده النضالية على طريقته الخاصة. أحمد مدني في هذا التقرير. بعد الضغوطات التي فرضت عليه في العاصمة عقب الإعلان عن قوائم الترشيحات التي فجرت حربا على قيادة العتيد، ها هو ولد عباس يحط رحاله في الشرق الجزائري في محاولة لامتصاص غضب قواعده النضالية تفاديا لأي مفاجآت. كنت في حراج، ولكن لازم نفصل الوقت اللي يفصل، ما نفضلش زيد على عمر أبدا. ما فيش دي سوبر ميليتان ولا دي ميليتان دو دوزيام زون نتاع الدرجه الثانيه، كلهم مناضلين. كما جدد الرجل الاول في الافلان عن تحمله المسؤوليه الكامله في اعداد قوائم الترشيحات رغم الضغوط التي تعرض لها من هنا وهناك. حاولوا وفشلوا، لهذا حاولوا يضربوني من جهه اخرى ومطلعين وفشلوا كذلك. اللي عنده اي حاجه يجيبها، ما خدعت لهمش، ما نخدع لهمش. أنا ماشي مع بوتفليقة إلى الأبد، أنا نمشي للعدالة ضد اللي يقوموا بالفساد، أنا شخصيا نقولها أمام الملأ، نقولها للمناضلين باش نطمنهم يكونوا مرتاحين. أي حاجة تاع الفساد ولو يكون أبي ولا ابني والله ما نرحمه. مؤشرات قوية تذهب إلى أن الأفلان سينتقل إلى السرعة القصوى لحشد مناضليها لموعد تشريعيات ماي 2017 في وقت يبقى فيه الخطأ غير مسموح للمحافظة على الريادة في المشهد السياسي.